يؤدي كل من هيئة التدريس والهيئة الإدارية وطلبة الجامعة في كل المستويات والتخصصات بدون استثناء إلى الانطلاق نحو العالمية في البحث العلمي والثقافي والتراثي. يعتبر برنامج التبادل الطلابي من خلال المنظمة العالمية لتبادل عروض التدريب الإياستا خطوة جوهرية نحو تحقيق هدف الانطلاق نحو العالمية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لطلبتنا المبتعثين للتدريب في بيئات عمل دولية، وكذلك استقبال طلبة من جامعات حول العالم. قدرت عن طريق برنامج قادة المستقبل الإماراتي أني أنا أشارك في بعثات خارج الدولة، منهم إلى ماليزيا وإلى إسبانيا. قدرنا في هذه الابتعاثات أن نحن نناقش القضايا والحلول اللي تطرحها هذه الدول حق المشاكل المناخية اللي تواجههم. بالنسبة لطلبتنا المبتعثين، هذا البرنامج يمثل فرصة لاكتساب مهارات عملية في تخصصاتهم والتعرف على ثقافات وأساليب عمل متنوعة، ويعزز من قدرتهم على الابتكار ويطور من رؤيتهم المهنية، وبالنتيجة هذا التبادل يعزز من تنافسية طلبتنا في سوق العالمي. مناقشة هذه القضايا وطرح حلولها تعزز الأهداف اللي جامعة الشارجة حاطتنها حق الانطلاق نحو العالمية. وهكذا يمكننا أن نصل إلى المفهوم العالمي الحديث الذي يسمى العالمي المحلي. Global زائد Local يساوي Local.